النهارده الفريق زي ما قلت لحضراتكم هيكون اجازه وراحه سلبيه لمده 24 ساعه نتيجه ضغط المباريات وتوالي المباريات. كل 72 ساعه الاهلي بياخد مباريات قويه جدا وصعبه جدا، ولسه باقي حوالي 10 مباريات على ختام الدوري العام. مرحله صعبه جدا، ويمكن كولر كان يتكلم على الجزئيه دي، قال لك دوري لعبت فيه حوالي اكتر من 15 مباراه في فتره تقترب من حوالي 8 شهور او 6 شهور، وباقي مباريات المسابقه اللي بتقترب من حوالي من 20 مباراه هلعبها في شهرين. فطبعا يعني مرحله صعبه جدا، واعداد بدني وفني يعني يستحيل ان اي جهاز فني يقدر يشتغل بالشكل ده والمعدل ده. ولكن حتى الان الامور الحمد لله ماشيه بشكل كويس جدا. الاهلي في المركز الثاني ب 60 نقطه، بيراميدز في الصداره في المركز الاول ب 68 نقطه، 8 نقاط ولكن للاهلي 4 مباريات مؤجله. فدلوقتي بعد ما كان الفارق لو الاهلي كسب المؤجلات نقطه، دلوقتي الفارق في صالح الاهلي لو كسب مؤجلاته 4 نقاط، ولسه في مباراه مع بيراميدز يوم 22/7. المباراه دي نقدر نقول تقدر تحسم شكل المنافسه لو الاهلي باذن الله اذا ربنا وفقنا وكسبنا ويزيد الفارق لسبع نقاط بنسبه تقترب من 60-70% على شكل المنافسه على الدوري. 7 نقاط دي يعني ساعتها بيراميدز هيكون بقيله على نهايه المسابقه حوالي 4-5 مباريات. 7 نقاط دي يعني بنتكلم في 3 مباريات، يعني بيراميدز لو تعادل مباراه ولا 2 نقدر نقول مش هنستنى الاهلي يخلص مبارياته، ممكن الدوري نفسه يخلص قبل ما نوصل للمراحل الاخيره في منتصف اغسطس او حتى اخر اغسطس اذا تم تاجيل مباريات بيراميدز. يمكن الجزئيه دي اداره المسابقات في الرابطه مش عايزه تاخد فيها قرار لغايه لما تشوف مباراه الاهلي وبيراميدز يوم 22/7، لان بناء على نتيجه لقاء يوم 22/7 هتاخد قرار بتاجيل اخر مباراتين لبيراميدز فيما بعد، لان الامر هيكون مرتبط بمباريات الاهلي ايضا لو المنافسة فضلت مستمرة لغاية نهاية الدوري في 16/8. عموما مش هنسبق الأحداث، لسه في كلام كتير ولسه في تفاصيل جاية.